لكن قبل ذلك مشاهدينا، وبعد مرور 5 سنوات على دخول الأندية الجزائرية عالم الاحتراف واستفادتها من الدعم المالي من الدولة، إلا أن رؤساء الأندية يطالبون في كل مرة بضرورة إصدار قانون خاص للشركات الرياضية التي يعتبرها القانون التجاري على أنها تجارية محضة، وهو الأمر الذي لم يتقبله معظم رؤساء الأندية الجزائرية. تفاصيل في تقرير مراسلنا حسين بوصالح. منذ دخول الأندية الجزائرية عالم الاحتراف في 2010 سارعت السلطات الجزائرية إلى منح الأندية دعما ماليا يمتد إلى غاية 2018 قصد تحسين مشروع الاحتراف من الإخفاق، وهو ما كان محل تأكيد في كل مرة لوزير الرياضة محمد تهمي. لكي لا من دعموش الاحتراف من المستحيل يكون عندنا احتراف، وهذه المرحلة الانتقالية مرحلة تنتهي في 2018، تنتهي في 2018، حنا نتمنى ان شاء الله قبل ما تنتهي هذه المرحلة نكونوا حطينا الاساس تاع الاحتراف. لكن رؤساء الأندية في الجزائر عابوا مشروع الاحتراف خصوصا فيما يتعلق باعتبار الشركات الرياضية على أنها تجارية، في ظل غياب قانون واضح بالنسبة لهذا النوع من الشركات، خصوصا أن أغلى النوادي الجزائرية مفلسة. نظن لهذا الأسباب نحن نطالب يعني بقوة القانون أن يعني يكون هذا الستاتي بارتيكولي خاص للأندية باش تكون شركات رياضية، وهذا هو الطلب الواحد والوحيد، لأن نحن ذاهبون إلى في طريق مسدود. نرى أن رؤساء الأندية وراء هذا عدم نجاح الاحتراف، ولكن هذا خطأ، والذي يروج لمثل هذه الدعاية نحن ندعوه إلى مناظرة. الدولة أو الدولة الممثلة في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عندما أعلنت تخطط جيدا لهذا الاحتراف، بدليل أنها كل المؤسسات أو الشركات الرياضية اللي راهي تعمل الآن منذ قرابة 5 سنوات كلها فاشلة، وكلها حققت نتائج سيئة اقتصاديا تجاريا وحتى رياضيا. رؤساء الأندية هم أيضا يتحملون جزء كبير من مسؤولية فشل الاحتراف. ويبقى المد والجزر متواصلا إلى غاية إيجاد مخرج لمشروع احتراف حقيقي الذي بات مطلب الجميع. مشروع احتراف الكرة الجزائرية يدخل عامه الخامس، إلى أن الأندية الجزائرية ترى أن استمراره ونجاحه مرهون بدعم الدولة الذي ينقضي بعد عامين. حسين بوصالح، بي سبورتس، الجزائر.